يا استاذ اسامه ان التربيه الدينيه مكانها البيت وليست هو الاساس البيت. رايك ايه ده؟ هو الاساس البيت. الاساس البيت. دكتور عبد الوارث ايه رايك في الكلام ده؟ الاساس هو المدرسه والبيت معا. ولكن احيانا الوالدين قد يجهلا بعض احكام الدين. تمام. هنا يتدخل المدرس الفقيه المتخصص لافهام الطالب ما عجز الوالدين عن افهامه له. يا دكتور هو اساس وهذه من البداهيات. إذا كنت أنت يعني في البيت إذا احتجت نجارا تأتي بنجار ولا تستطيع أن تأتي بمبارد محارة وإذا كنت تريد زرعة فإنك تأتي بالفلاح ليزرعها. الدين عندما نريد أن نغرسه في نفس الطفل وفي عقله وفي سلوكه نقول نأتي بس بمدرس إنجليزي، نقول نأتي لوالد في البيت يهتم بعمل ويترك، نقول لوالدة هي مشغولة بعمل البيت والقيام على شؤون أبنائها. لابد لمادة الدين أن تفعل في المدارس وأن تزاد هذه المادة، يعني ألا تكون مادة ضعيفة بل يتعلم فيها الطالب الصلاة والصوم وكيفية إخراج الزكاة وأركان الإسلام وما يجب عليه حتى يكون مسلما حقيقيا، ثم يتعلم السلوك الذي وجهه إليه الله سبحانه وتعالى ووجه الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه البخاري ومسلم أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. استحال أن تأتي بأي يعني دافع إنساني يحث على الأخلاق مثل الباعث الديني. إذ أنك إذا أتيت بمادة الأخلاق هذه مبتوتة الصلة بالدين على أساس إنساني فإنه سوف ينقصها الكثير من العناصر الفعالة التي تؤدي. احنا حكمنا عليها ده من قبل ما نشوفها أخلاقية مسلمة.